يعطيكم العافية، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير والحمد لله على سلامتكم من بعد الهزة اللي صارت امبارح. هيدا الخضار اللي عم تشوفوه وراي على الصخر هو كان مغمور بالمي وانخفض منسوب المي، لأنه نحن هلا بموسم الجزر. موسم الجزر كل سنة بيصير بينخفض فيه منسوب المي. لأني عالم جيولوجي ولا عالم بلوط عشان يطلع حدا يتفلسف علينا. هلا نحن بحرية، نحن بالبحر من 16 سنة. هيدا هلا نحن بموسم الجزر منسوب المي بينخفض تدريجيا، بس يصير موسم المد بيرتفع بيرجع منسوب المي. بقى هيدا الخضار اللي شايفينه بكعب الصخور هيدا كان مغمور بالمي، انخفض شوي منسوب المي لانه نحن بالجزر، مش معناتها انه حيصير تسونامي. ايانا نحن طالعين على المي هلا بنشوف كيف رب العالمين بيرزقنا والحمد لله على كل حال. يلا والحمد لله على سلامتكم، وما تستعملونا لايك كومنت شير وهالقصص كلها. يلا باي باي.